خد الله تعالى قول ايه في ايه تنزلت اغنيه ديناميت ليه؟ عشان انجح المولويف. لا لا انت نزلت اغنيه ديناميت عشان انت خنزير. على طلع خنزير طلع بالثلاثه خنزير ابن الحلال. من يومين كده كنت قاعد بسمع مروان بابلو عادي وكنت مشغل اغنيه الغلاف. قصت مره الاقي نفسي كسرت سن طلع لي ناس شفتوا مني ده الغلاف. ركزت في الكلمات شويه مع اني حافظ الاغنيه، لقيت ان هي زي ما كانت اغنيه لظهور شخصيه مروان الجديده فهي برضو احسن اغنيه حكت مروان بابلو اعتزل ليه. هم الفلاحين ولا كلهم. خلينا في الاول نرجع شويه لورا كده ونشوف ليه مروان بابلو عمل اغنيه الغلاف للناس اللي مش عارفين. انا قتلت ديما لقيت نفسي رجعت اجمد، فاهم؟ اغنيه الغلاف كانت الاغنيه اللي شهرت مروان بابلو لانه فيها كان بيموت الشخصيه القديمه بتاعته اللي هي ديما وبيرجع للجمهور بشخصيته الجديده اللي هي مروان بابلو. وعلى قد ما الاغنيه كان فيها جوانب الشخصيه الجديده اللي مفيش غير فلوس جوه راسه او ان هو بطل يثق في اي ظهر برضو جزء تاني من شخصية مروان واللي هيبقى ثابت معاه ولو حاول يغير من شخصيته مليون مرة قدام. مروان خرج من فترة قلة الفلوس مع داما والمعاناة اللي كان بيشوفها لو فكر مثلا يحب او يتقدم لبنت. طيب عندك شقة؟ الراجل ده غبي ولا ايه؟ يا عم بقول لحضرتك مفيش لا دخل ولا شغل، هجيب شقة ازاي؟ ادعيلي ان شاء الله. ولا ميكروباص؟ هيبقى ايه رد فعل اهلها اما يقول لهم انا مغني راب وده مصدر رزقي اللي ما بيجيليش منه اي دخل؟ مش هاكل عيش، فاهم؟ هتيجي تقدم لواحده هتقول لها ايه بغني راب؟ فاهم؟ لازم تاخد شهاده ولازم يطلع امك، فاهم؟ ولازم تشتغل ولازم تعمل مش عارف ايه. لاضواء وشهره وفلوس كتير في مروان بابلو، فبعد ما كان مشكلته الناس اللي مش مامنه بموهبته بقت مشكلته في الناس الكتير اللي حواليه اللي ما بتفكرش غير انها ازاي تطلع منه بمصلحه. بتحب مروان بابلو او ما بتحبش اغانيه فمش هنختلف انا وانت في انه احسن رابر ظهر قدام الكاميرا. مروان بابلو قدر بفيديو واحد اللي هو فري يحط سقف جديد خالص لفيديوهات مشهد الراب في مصر، وبقى فري هو المثل الوحيد اللي كل رابر عايز يعمل زيه عشان يبقى جامد. وبرضه لو رجعنا للجميزه اللي هو ما تكلفش فلوس كتير زي فري هتلاقي مروان بابلو برضه وقفته قدام الكاميرا غير. وسندباد اللي كان كل الفيديو مروان عامل اي كونتاكت مع عدسه الكاميرا بس، ابو مكه اللي هو طالع تقريبا طول الفيديو بيتضرب. خلاص بقى ابو ما تمثلش، هو اول مره تتضرب يعني؟ بس لو حسبت جملة ناس بتصدي وناس بتلمع معناها ان مروان جامد وفي ناس بتتولد جامدة وناس لأ تبقى غلطان. ليه؟ عشان اللي بيصدي او بيلمع هو المعدن، ومعدن الانسان معروف انه اللي جواه مش اللي ظاهر قدام الكاميرا. انا عايز اغني للناس يا مان، انا عايز اغني للناس يا مان اللي جت يا مان. في دماغي وسواس سوق لظني بالناس بعمل لك حسنى نضفنا نفوسنا واتري العيب من الناس. زي ما قلنا في اول نقطة ان بعد ما بابلو شاف الشهرة اتلم حواليه انواع تانية من الناس واللي كان كل همهم ان هم يتشهروا على قفاه، واكبر مثال فيهم كان صاحب الملوخية. وزي ما عملها مع ويجز برضو بس ويجز عرف يتعامل معاه وحجمه. يا جماعة انا قررت اشتغل، استنى بس يا صاحبي، انا قررت هعمل ان شاء الله اكلة جديدة اسمها الملوخية. وكل ده على قد ما هو كان دعاية سلبية، بس لو جيت فكرت كده ملوخية عنده أكبر قناة بروديوسر في مصر معدية 150 ألف متابع. الكلام ده ما يقللش تماما من موسيقى مولوتوف. طبعا باين قوي إن الجملة دي بقولها عشان ما لاقيش عويل ونحيب في التعليقات، مش عايز كلام هرائي بقى. ومدى تأثيرها مع بابلو في الراب في مصر وظهور الموجة الجديدة اللي هي بتجمع ما بين التراب والمهرجان. عارف تيك وسنير وهاي هاتس يعني تراب، دم وتك وشخاليل وصاجات يعني مهرجان، يا كوماك سهلة. واكيد كل واحد بيتفرج على الفيديو حتى لو عنده كره ليه من جواه عارف ان الراجل ده كان مؤثر. وانا هنا مش عايز اتكلم على ويجز لان الموضوع مختلف تماما، وويجز على الاقل كان معاه واضح وصريح، واي حد مش شايف ان كل النكش اللي كان بيعمله ويجز ده كان بشكل ما اسلوب منه عشان يصالح بابلو ده اللي عايز مرة الاقي نفسي كسر السنه طلعنا من ايه اوه او يشوف منه حتى رده فعل لانه تجاهله تماما بسبب خلافهم يبقى ما بيشوفش. ولا ليه يشوف؟ اسمع الفيديو ده كده لويكس. بس انا هكون في منتهى السعاده، انا شخصيا اقسم بالله انا حاسس بالوحده، انا حاسس ان انا بنزل تراكات مفيش اي نوع من انواع الاكشن يعني، فاهمين؟ بس يعني اكيد خساره للسين المصري اللي انا بتكلم فيه يعني. انا شخصيا اتمنى اشوف في حركه عن كده، وهو مروان بابلو مش حد تاني يعني اللي يرجع. قصدي المثير للسخريه في الموضوع ان الاغنيه الوحيده اللي عملها ويجز مع بابلو كان اسمها دايره على المصلحه. لسه بره كلها دايره على المصلحه
خبطة في التانية في التالتة وشخصية مروان اللي ما جاتش مع الوسط الجديد اللي دخله من مدير اعماله القديم اللي اسمه حسين. مش عارف هو لا غالبا مش هيكمله لانه كله بدأ ياخد نفسه ويمشي. للبنت اللي مسكته فترة وسابها برضه بسبب مشكلة مع اقتناعه ان اقرب الناس ليه خانته ودخول فترة الكورونا اللي جت على مصر كلها باكتئاب، بابلو قرر ببوست يسيب كل الاضواء والفلوس ويبعد، وده بعيدا عن انه حس ان كلماته بتأثر على جيل كامل. وكلمة زي العلام اللي فضلت الناس ترددها وتشهر بيها سايفر المعادي وجاب الرقم الكبير ده، حس انه بيأثر على الجيل ده بالسلب، وكان في اخر لايف بيتحايل على الناس انها ما تسمعش كلامه ولا تقول كلمة العلام دي خالص. ومش عشان مثلا انا قلت العلام يبقى انت كمان تقول العلام. ومش زي ما بنشوف من معظم الرابرز اللي بتبطل وترجع تاني، بابلو كان واخد الموضوع بجد، وفي مصدر من اصدقائه قال انه كان بيدور على كارير جديد وانه فعلا قدم في كذا شركة على شغل. العلامات على ان بابلو يبطل كانت واضحة قوي، بس احنا اللي مقرناش اللي بين السطور. مش ضهر يوم اكلب طبقكم مش هغمس بس مش هتفرق كلنا همه عملت ناس بالعشق والند ما تلومش عليه باب حيله بالايد قولي نشكي لمين سنين هتيجي سنين فاتوا والايام بيتعادوا. واخر كلمه حابب اقولها، لو سمعت من مين ان بابلو راجع ما تصدقش، لان مفيش حد هيقدر يقولك ان بابلو راجع غير بابلو نفسه.